العملية العسكرية في إقليم تيغراي الإثيوبي تدخل منعطفا خطيرا بعد توارد الأنباء عن وقوع مئات القتلى والجرحى، ما يخالف من اللهجة التخفيفية التي استخدمها رئيس الوزراء أبي أحمد من أن هذه العملية لا يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية. إنفاذ القانون واستعادة الدولة لسلطتها على كامل الأراضي الإثيوبية هي المسوغات التي ساقها أحمد لتبرير الحملة العسكرية، لكن قادة الإقليم الذين أبدوا استعدادا للمقاومة يصرون على عدم شرعية إجراءات الحكومة بعد تأجيل الانتخابات. كان للانتخابات المحلية التي أجراها الإقليم في سبتمبر أيلول الماضي دورا كبيرا في تطور الأحداث، لا سيما بعد أن رفضت الحكومة المركزية هذه الانتخابات وعدتها إجراء مخالفا للدستور. جبهة التحرير الشعبية في تيغراي التي تجد نفسها خارج الحسبة السلطوية منذ مجيء أبي أحمد إلى سدة الحكم تتهم الحكومة باستهداف رموزها واستبعادهم من دائرة القرار، وهم الذين كانوا جزءا منها لمدة 3 عقود، مما يفسر الخلفية العرقية للنزاع في هذا الإقليم. يدافع أبي أحمد عن ما يعتبرها سلطة حكومته متجاوزا الاعتبارات المناطقية والفئوية التي قد تضرب معنى الدولة الحديثة التي يسعى إليها. هكذا يبرر رئيس الوزراء الإثيوبي الأحداث الجارية في إقليم تيغراي، مدركا في الوقت نفسه التوازنات التي اصطفت عليها النخب والوجاهات المحلية، علّه يصل إلى صيغة تحفظ إمكانية العيش المشترك في بلد تتنازعه القوميات والعرقيات وعاش حربا أهل